متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: الطقس المستقر مستمر في عموم مناطق المملكة، وأتربة مثارة ورياح شرقية نشطة متوقعة على مدينة جدة، وطقس بارد نسبيا ليلا في أغلب المناطق. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم، حيث سيكون الطقس صافي في عموم منطقة الجزيرة العربية. نذهب الآن وإياكم إلى خرائط توزيع هبات الرياح المتوقعة من يوم الخميس إلى يوم السبت، حيث تستمر الرياح الشرقية النشطة بالهبوب خلال ساعات الصباح بشكل يومي على مدينة جدة. هي رياح الصبا الناتجة عن تمركز لمرتفع جوي فوق وسط الجزيرة العربية، يدفع بهذه الرياح الشرقية من المناطق الداخلية الباردة خلال ساعات الليل نحو المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر الدافئة. هذا الاختلاف الحراري يعمل على نشاط في سرعة هذه الرياح خلال ساعات الصباح بشكل يومي، لكن هذه الرياح يتوقع أن تشتد تحديدا يوم الجمعة، صباح يوم الجمعة، حيث تعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية في مدينة جدة ووصولا حتى مدينة رابغ. نعود الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 20 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، درجات الحرارة العظمى تستقر حول 32 درجة مئوية، أما الصغرى تكون بين 19 و20 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.